عرفنا ان الملف ديال سفاحي الفرح تحكم، شنو هما التفاصيل ديال الحكم وشنو التعليل ديالك كمحاميه للضحيه؟ شكرا سيدة استاذه خيار زي محامي الضربه. اولا كنوب على العائله الورثه ديال كامل حنان، هذا هو الاب ديالها اللي هما الواقع كان اسمه دمر من الاول، لان المغاربه كلهم تدمروا في هذا الملف. كنا سمعنا اول وهله بان واحد جوج تقوى في حي الفرح وكل شيء محروقه، لان اهتز الراي المغربي كله بهذه الواقعه، وفعلا باز الملف اعتقل. كانت الضابطه القضائيه كان مشكوره من هذا المنبر لان اعتقلت الفتاح في البلاصه، ومشات بناء على الاقوال ديالو جابوا الزوجه ديال الاخ ديالو امها وخالتها على اساس انهم مشاركين في القتل. ومع دست جميع المراحل تاعو كنا كنديروا تلتمسوا من السيد قاضي التحقيق ولا السيد رئيس الجلسه مشكورا من هذا المنبر، كنا كنلتمسوا باش ضروره حضور الشخصين الاساسيين في الملف، استدعائهم باش يحضروا باش نعرفوا الخيط منين جاي. الا انه السيد التحقيق كان ضمن داك الشيء الموضوع، ما بقاش ناقش الشكل الدفعات اللي تمسنا فيها استدعاء الاطراف، ما بقاش جبت فيها. هذا هو النقطه اللي كانت محيره في الملف. ولكن سمعنا البارح بان الثاني اللي هو السفاح ديال حي الفرح تعاقب باعدام، كان هادشي متوقع ولا ضروري؟ ما يمكنش شي واحد يدير ديك الجريمه، معروف بانه غيتحكم بالاعدام من الاول. اذا المتهم الرئيسي تحكم بالاعدام؟ المتهم الرئيسي تحكم بالاعدام، ولكن السيد قاضي التحقيق راه دار المتابعه والاحاله بناء على القتل العمد والمشاركه ديال الاطراف كلهم، الا انه السيد رئيس الموضوع الاطراف اللي كانوا هما ثلاثه ديال الناس، اللي هما ثلاثه الناس دنيا زوجة الاخ والام ديالها وخالتها. دنيا اللي هي مرسخول اللي كانت عندها علاقه غير شرعيه معاه هو، وكاينه امها هي اللي جبدت امها وجبدت خالتها. هي ماشي كانت عندها علاقه شرعيه مع من؟ كانت عندها علاقه غير شرعيه مع الاخ، مع السفاح اللي هو الثاني. مادام ناقشنا الملف وسالينا سميتو، كنشكر من هذا المنبر لان الهيئه مشكوره بما حكمت بالاعدام، ولكن ما كاين حتى شي هيئه تحكمني من غير الاعدام. ولكن شي حاجه اللي جاتنا ماشي هي هذوك السنت في الملف على هذا الاساس، لان هذوك كانوا تابعين بمشاركه في القتل، لان حتى بالنسبه للدنيا اللي هي المتهمه الرئيسيه تاهي هاد شحال تحكمت الدنيا؟ تحكمت 20 سنه. لا يعقل بان عندها اعترافات في المحضر، عندها المشاركه تحكم ب 20 سنه، خاصه هي تاخذ نفس العقوبه. ودوك ما وخالتها باش خذوا البراءه، انا كنشكر القاضي القضاة لان عندهم كفاءة المهنية ديالهم مقتدرين، حكموا بناء على ما راجع عندهم في الجلسة، لان بانت لهم براءة راه عطاوها. ولكن حنا بالنسبة لنا حنا لقينا بان الحكم سالفته في جميع مقتضيات اليوم في الصباح، وبما فيما يتعلق بالمطالب المدنية كيبان لي بان ذاك الحكم بحال عطى درهم رمزي. واش واحد الجريمه بديك الحده اللي ما يمكنش تصورها، وديك البشاعه لدرجه ان ما يمكنش المغرب كله تهز ديك القضيه، هو الاولاد والاب ديالها وامها وخوتها كلهم دمروا، درجه انهم علاش ما كيجوش الجلسه؟ لان الجلسه غادي شي مشكل كبير. باهم كيقول لهم ما تجيبش، انهم هما دمروا من الناحيه النفسيه، لانهم درجه انهم مستعدين يديروا اي حاجه لهذ الاسباب. حتى هما ملي سمعوا بان هذوك خذوا البراءه والشركه ديالو خدت 20 سنه، ما تقبلوش هذا الحكم. قال لي ضروري سالفي النادمي، وسالفته اليوم في الصباح باش ترجع لي نصابها، وباش في الجلسه العلنيه ديال الاستئنافيه ضروري غنتمثل حضور هذوك الطرفين اللي هما اساسيين في الملف، وضروري خاص من ناحيه التعويضات بان لي بان التعويضات هزيله جدا. دونك الملف تحكم يعني بالاعدام لعبد المجيد، و20 سنه لدنيا اللي هي زوجة الاخ ديالو، والام والخاله ديالها بالبراءه وغرامه ماليه 100 مليون. تعويض مدني للطرفين عبد المجيد الثاني ودنيا مناصفه بينهم، يعني ان 50 مليون هذا عطاه 50 مليون. ما فهمتش انا كيفاش هذا الحكم داير.
ما فهمتش علاش واش هذا 5 مليون سنتيم الواحدين قاتلين وحارقين ومخرجين وداك الشيء ديك العذاب وديك الطريقه ديال القتل ديال الباشيعه اللي كيعاودوا عليها ما يمكنش تعوض غير كافي وخادو ما يحتاجينش التعويض هذا هو غير الحقيقه لان واخا الناس بسيطه ما عندهمش ولكن ما كتهموش الناس بسيطه الماده لانه كيبان لك ان الحكم غير منصف من جهه الام والخاله وحتى من جهه التعويض المدني معلوم تعويض مدني ما هذا ما باغيش لا تعويض لا والو بغينا الحقيقه بغينا الحقيقه بغينا العقوبه واخا الناس كتسمعهم فقراء ماشي فقير فقير بكرامه كيعيشوا بكرامه خاص تهضم كرامه ديالهم من جميع النواحي خاص ينصفوا هاد الناس في جميع المقتضيات ديال الميل. واخا كيبقى عندي سؤال استاذه زينب، كان راج واحد الاوديوات اللي من داخل السجن ديال عبد المجيد اللي هو المتهم الرئيسي انه يعني كيشرك الاخوه ديالو في هذه الجريمه وكيقول لك هما يعني المخططين والمدبرين الحقيقيين لهذه الجريمه، شنو كتقول؟ لا هذه كانت مويهات غير هو ما بقاش كيمشي عنده العائله ديالو السجن ما حطوا شي فلوس كانت يحطوا هو بغى يا اما هو لكم ما كانش هادو مورطين ما عطاش السيد القاضي 20 سنة للدنيا ما يمكنش إذا داك الشيء عرقتينا على القضاء ما جاش إذا اللي معركوك راه داك الشيء ثابت مورطين كلهم راه كلهم مورطين أستاذة زينب شنو آخر حاجة تقدر تقول؟ آخر حاجة كنقول بأني دابا هاد الميل فراس تنفتو في جميع مقتضياته وإن شاء الله في الاستئناف غنلتمسوا بحث معمق باش تحضروا ذوك الأطراف باش توضحوا الصورة للقضاء باش يحكموا ديك الساعة بعد كل واحد. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام.